وراح روح بأولى محطتنا الصباحية فرح لي الفقرة الطبية. كنا عم نحكي اليوم عن تغيير الطقس اليوم كيف عم يأثر علينا نحن الكبار، ولكن دائما في مشكلة عند الأطفال، نزلت لوزو على الدكتور، مضادات، التهابات، أدوية أحيانا ما بمشي حال، للأسف عم يروح الدكتور لإعطاء الأبر، وآخر إجراء هو الاستئصال. عم نشوف هاي القصة كتير شائعة، دائما بتخاف الأم، بتقلك هي الخط المناعي الأول عند الطفل، اليوم أنا كيف بدي أروح لهذا الإجراء، ولكن هي بس تكررت هي الالتهابات خلص اليوم الخط المناعي صار بحالة أكيد سيئة، ما عاد قادر أصلا أنه يوفر الحماية اللازمة. فطبيا اليوم أكيد في نظرة، خلينا نقول رشا القرار النهائي بيكون دائما لطبيب الأطفال، صحيح. اللي هو بيكون يمكن ملم بأدق التفاصيل حول الصحة الجسدية للطفل وكل شيء يمكن عم يمرق فيه. شو هي التحضيرات اللازمة قبل عملية إجراء الاستئصال اللوزتين؟ إمتى نحن بنقول الطفل هو بحاجة لهذا الإجراء؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور قصي الزير. يسعد لي صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله هيك نعطي همسة عن هاللوزات يلي هي هاجس الأهل بعض الأحيان، وبعض الأحيان يعني بيكون التصرف مع الطفل بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة، لنعرف شو هالمجال فيها. صباح الخير دكتور بداية، أهلا وسهلا فيك. وصباحك ورد. يا هلا دكتور. اليوم هاي العملية حساسة جدا ومخيفة بالنسبة لي الأمهات، يعني بتشكل فوبيا اليوم أنه طفل يدخل غرفة عمليات. خلينا بداية نعرف طبيا بهي العملية. هلا قبل ما أدخل باللوزات والعملية ووصل الطفل للوزات، شو هي اللوزات وإيمت بدي وصل الطفل لالتهاب اللوزات؟ مثل ما تفضل الطبيب الأطفال هو اللي بيقرر دائما أي إجراء للطفل، إن كان جراحي ولا إن كان بأي إجراء استقصائي له لمرض معين. فقبل ما نوصل لاستئصال اللوزات، اللوزات هن عبارة عن عقد لمفاوية موجودة يعني داخل البلعوم، هن خط الدفاع الأول للإنسان وخاصة لعالم الطفولة، هن بفلتروا الفيروسات والجراثيم. فهون لهم وظيفة، وخاصة دون عمر الأربعة أو الخمس سنوات، لأنهم بيكون الجهاز المناعي عند الطفل ضعيف، فهن بيصدوا لأي إنتان داخل عبر الفم أو عبر الأنف، بيتصدوا له، بفلتروا الفيروسات والجراثيم، بيحاولوا ما يدخل على الجسم. فهون ممكن يصير في خلل بهالليف أو النسيج اللمفاوي، وهو يصاب بالالتهاب إن كان الفيروسي ولا إن كان الجرثومي. وهون بقى الأهل بظهور الأعراض السريرية بس يتضخموا اللوزات ويلتهبوا لسبب معين، بيراجعوا طبيب الأطفال. طبيب الأطفال مثل ما تفضلت بتصداله بأدوية الالتهاب بحسب رؤيته، إن كان قيحي ولا إن كان فيروسي، بيقدر هالشي وبيعطي الأدوية المناسبة للالتهاب. اللوز بالعموم هن خط دفاع أول، ومثل ما قلت لك نحن كأطباء أطفال ما منفضل استئصال اللوز العمل الجراحي دون عمر الأربعة أو الخمس سنوات، لنحط معايير لاستئصال اللوز. الطفل الصغير عنده إذا كانوا لوزه كبيرة هي عامل وراثي، يعني يا من أهل الأم يا من أهل الأب، والناميات عند الطفل أكثر، الأطفال عنده الناميات، فالناميات بتعمل صعوبة التنفس من الأنف، ففلترة الأنف بتكون بسيطة، مع أنه الأنف هو كمان بفلتر الشعيرات الموجودة بالأنف، بفلتر جزء من الجراثيم والفيروسات والشوائب اللي بتدخل على الجهاز التنفسي، فهي العملية بتكون كمان غير جاهزة. واللوز كبيرة، فبتصير الولد بيتنفس من تمه، فبصير صدت كل الأمور عن طريق الفم، وهون بتتكرر الإنتانات البلعوم عند الأطفال يعني عنده الناميات. فأنا بربط الناميات باللوز، بضخامة اللوز وهو عامل وراثي، والتشريح الفيزيولوجي للطفل بصغره، صغر حجمه، هذا الشيء بيأثر على الجهاز التنفسي عنده، فبتلاقي الطفل دائما فاتح تمه وعم يتنفس من تمه وأنفه مسكر،
وخاصة إذا بده يروح على الروضة أو بيكون عم يتعرض من جو دافي لجو بارد، الأغشية المخاطية بالأنف بيصير فيها وزمة بسبب تعرضه لجو بارد من جو دافي لجو بارد، وهذا الشيء بيساعد على أنه يصير يتنفس من تمه، وهذا الشيء بيزيد من إنتانات البلعوم وإنتانات الفموية عند الأطفال. حطيت فكرة عامة قبل ما أدخل باللوز. فإذا استئصال اللوز هو معايير. أول شيء يفضل دائما شده لبعد عمر 4 إلى 5 سنوات، لأنه مثل ما قلنا هن خط دفاع أول. لكن إذا عملته 5 إلى 6 مرات بالسنة، التهاب حقيقي مشخص من قبل طبيب الأطفال، أو عم يعملوا نوع توقف تنفس بالليل الولد وهو نايم، ممكن يصير نوع توقف تنفس، أو شخير شديد وعدم استطاعة التنفس مع الناميات الموجودة، أو صعوبة في البلع بشكل أنه ضخمين زيادة بيصير عنده صعوبة بالبلع. إذن هاي المعايير يلي بتخلينا نفكر باستئصال اللوز عند الطفل، وليس كل التهاب بلعوم هو التهاب لوزات، وليس كل التهاب بلعوم لازم أنا أفكر باستئصال اللوز. إذن بحط معي مع زملائنا أخصائيين الجراحة الإذن والأنف والحنجرة. فإذا نحن إذا حطينا معايير لاستئصال اللوز عند هذا الطفل، بدنا نحدد هل يستأصل اللوز لحالهم ولا مع الناميات، و 99% لازم تستأصل الناميات معهم وتجرف بشكل جيد مشان ما مثل ما بيقولوا ما ترد ترجع. هون قرار بده يكون أخده طبيب الأطفال، لأنه التهاب اللوز ممكن يؤدي الجرثومة، وخاصة بجرثومة العقديات ممكن تؤدي إلى نوع من الحمى الرثوية. الحمى الرثوية إلى معايير بيقولوا له روماتيزم. ليس كل ارتفاع أصله بيعملوا تحليل هو روماتيزم. الروماتيزم أو الحمى الرثوية إلى معايير كبيرة ومعايير صغيرة حتى شخصها. فدائما نحن بيعملوا هذا التحليل بيقولوا له أنت ابنك معه روماتيزم، روقي ملوز ابنك. لا، ليس بمعيار لاستئصال اللوز، هو معيار لإصابة الطفل بهي الجرثومة هي. فإذا في معايير الحمى الرثوية نحن ما عاد شفناها إلا نادرا، لأنه طبيب الأطفال إن كان إنتان فيروسي ولا إنتان جرثومي عم يعطي دواء التهاب، فأعطاء دواء الالتهاب عم يقتل جرثومة العقديات اللي هي تسبب الحمى الرثوية عند الأطفال، يلي ممكن تصيب القلب، ممكن تصيب الكلية، ممكن تصيب الكبد، الجلد، إلى أعراضها المرضية. فإذا نحن هون طبيب الأطفال من بعد استقصاءاته قرر أنه يستأصل اللوز. هون بقى يحضر الطفل لاستئصال اللوز نفسيا مع الأهل، ومن ثم بإجراء بعض التحاليل المخبرية حتى يكون استئصالهم سليم عند هذا الطفل. نعم دكتور، دائما السؤال عند الأهل شو هي الإجراءات اللي تفضلتوا حكيت عنها اليوم لحتى نحضر الطفل إن كان نفسيا إن كان جسديا، وحتى شو نوعية التحاليل المطلوبة من الأهل إجراء لطفلهم قبل الدخول بهي العملية؟ شو مدى خطورتها؟ خلينا نقول هلأ ما لها خطورة، هي حقيقة يعني الحمد لله هو من الإجراءات العمليات الناجحة، ونادر جدا نشوف لها اختلاطات، لأنه هي عبارة عن تجريف إن كان جراحي أو بمخسر مشان ما تنزف، والناميات بنفس الشيء. نحن أيام من كطبيب أطفال بتكون الأم مقررة هي وبعض الأشخاص ضمن العائلة يستأصلوا اللوز، والطفل ما نو بحاجة لاستئصال اللوز، فلحالة بتقول ابني معه، يعني بتجي شو معه ابنك؟ ما انه معه حراره، معه التهاب، معه بدي شل له لحاله معه التهاب لوز، وشو رايك نشل له اياهم؟ طب انتظري لنشخص نحن، نقرر نحن، وبعدين اذا كان حقيقه بده استئصال لوز ممكن الطبيب بيقدر هالشيء، ومن ثم بعدين بيعمل اجراءات. فبنتمنى من الاهالي ما يكونوا مقررين من عندهم لأنه جارته قامت اللوز لابنه أو الآخر، وليك والله أمنا له اللوز كان نحيف
صار مجرى الأكل واسع فصار يأكل هذا أكثر. هذا الشيء الشائع يلي بنسمعه بشكل كتير كبير دكتور. إيه فهذا كمان غلط. هلأ ممكن إذا كانوا كتير ضخمين وفي انسداد ممكن يعيقوا عملية البلع، هون بيقدرها طبيب الأطفال. لكن استئصال اللوز مثل ما قلت لك هن خط دفاع أول، نحن منحاول كأطباء أطفال نحافظ على هذا خط الدفاع الأول، ونحاول بما نستطيع أنه القرار يكون صائب عندما بدنا نقرر استئصال اللوز لهذا الطفل يلي هو يعني الصغير، ومنحاول قد ما فينا نقربه إلى عمر 4 إلى 5 سنوات. قررنا استئصال اللوز أكيد نطلب تحاليل حتى نحافظ. أول شيء خضابه لازم يكون جيد، ما يكون عنده عوامل النزف يكون فيها مشاكل، ما يكون عنده اضطرابات ممكن تؤثر على التخدير. نحن دائما التخدير هو المشكلة. الجراح كافة الجراحين الحمد لله عندهم قدرة رائعة باستئصال اللوز، لكن نحن عملية التخدير هي شوي باختلاطاتها ممكن تؤثر على صحة الطفل. وممكن يضل إذا استأصلنا اللوز يضل فترة الطفل بعد أسبوع عنده يعاني من ألم في البلعوم. مثل ما قلت لك اللوز حتى أيام ضخامتها مع ضخامة الناميات ممكن نفير أوستش يسكر ويصير في ضغط على الإذن، فممكن كمان تترافق العملية مع تركيب أنابيب تهوية للإذن حتى نريح الإذن من هالضغط اللي صاير من الناميات ونفير أوستش المغلق. هي كلياتها قد تكون عملية متكاملة، يعني استئصال لوز ناميات. ممكن استئصال لوز مع ناميات، ممكن استئصال لوز مع ناميات مع تركيب أنابيب تهوية. وهذا الشيء بتقدر من خلال طبيب الأطفال بالتعاون مع طبيب الإذن أنف حنجرة الجراح. بيكون هناك تعاون حتى يكون العملية تقديرها صح وإجراءها صح لصالح صحة الطفل. بيقولوا له بعد العملية كولبوزة، هاي كتير منحب، هاي أكتر ممكن شغلة إيجابية بكل العملية. ما هو المشكلة سيدتي الغالية التلوث بالبوزة. يعني هي إجراء إنه ليريح الجرح الشيء بارد وتقبض الأوعية. البوزة قد تكون ملوثة، يعني هون بقى ندخل بمتاهة الإنتان ما بعد العمل الجراحي. جراح نظيف وعمل عملية نظيفة ناجحة والمشفى نظيفة وطلع من العملية، أكل بوزة ملوثة، عملت إنتان بالبلعوم. هون بقى نحن ما خلصنا من اللوز، بدنا نعالج بقى الإنتان. التهاب البلعوم التالي للبوزة الملوثة. هلا هو هذا يعني أكل البوزة هي شغلة قديمة وخاصة بأوروبا. للأسف الصناعة المثلجات مو بكل من صنعها بتكون نظيفة، ونحن بنعرف من خلال يعني الإنتانات اللي تراجعنا من تناول البوزة الملوثة كتير بيصير في عنا التهاب لوز بعد ما يأكل الولد بوزة ملوثة، إنتانات معوية، ممكن حمى مالطية ببعض الأحيان نشوفها من خلال تلوث البوزة. فإذا ما نبوزة عقيمة هي مضرة استخدامها، فلذلك نقيم هالعادة الموجودة إنه نحن طمعانين بهي الجزئية بالعملية دكتور. إنه عملنا هذا روح جيب له كيلو بوزة من مكان فلان وقد تكون ملوثة. وللأسف أنا بقولها دائما بالدول المتقدمة البوزة نظيفة، بتلاقي درجة الحرارة ناقصة 5 تحت الصفر وعم ياكلوا بوزة وما بصير عندهم إنتان. فهذا سبب مو لأنه عدم نحن ما بنتحمل البوزة، لا، لأنه البوزة ما أنا ملوثة، لأنه البوزة لو تلج تحمل من الجراثيم وهي مرتع للجراثيم. أولا تكون الحليب فيها، ثانيا كتير جراثيم بتحب المنشأ البارد، وهون بقول لك البراد هو أكثر الأماكن في البيت اللي يحوي الجراثيم. طيب دكتور خلينا نروح لبعض الحالات عند الأطفال. اليوم الطبيب بيقرر أنه هاي العملية مثلا أنه ما بتزبط مع هذا الطفل، عنده حالة مرضية، عنده حالة وراثية بموضوع التخدير، يمكن عنده حالة ما بيتحمل التخدير العام. شو هي الحالات اليوم اللي بتمنع الطبيب من اتخاذ هذا الإجراء؟ هلأ في عنا أمراض تحسسية للمواد التخدير،
عندنا أمراض مثل ما قلت لك نزفية، لازم جهز المريض بالشكل السليم ويكون يعني واثق من عدم خطورة التخدير ساعتها بدخل الطفل للعملية. وإذا ما دخلته للعملية وفي مضادات استطباب للعمل الجراحي، ممكن أنا استخدم علاجات مديدة بنسلين مديد إن كان أبر وهو الأفضل من الشراب لفترة زمنية حتى خفف من الإنتام الجرثومي للوز وما أعمل أي مضاعفات عنده. وهي الطريقة حقيقة بدول متقدمة مو مثل عنا بيستأصلوا اللوز كتير، بيقول لك حافظ عليها بما تستطيع لسن البلوغ. بعد سن البلوغ هي اللوز لحالة بتفقد وظيفتها أو بتبلش تفقد وظيفتها كخط دفاع أول وما عاد تلتهب. الالتهابات أكثر شيء بنشوفه بأعمار الطفولة. بالكبار نادر يجينا التهاب لوزات قيحي لأنه تخلص وظيفة هالعقد اللمفاوية وبيقوى الجهاز المناعي، لأنه بعالم الطفولة هن الأكثر عقد لمفاوية يعني تتصدى للجراثيم والفيروسات. فإذا عندنا أمراض استقلابية، عندنا أمراض نقص خمائر ببعض الشغلات يلي تمنع التخدير أو منخاف من التخدير أو لازم يكون التخدير بآلية معينة، ومثل ما قلت لك والأمراض النسفية. فهون لازم طبيب التخدير بمعرفته بالمواد المخدرة اللي عم يستخدمها وبمعرفة هالاضطرابات الاستقلابية أو الإنزيمات، نقص بعض الإنزيمات الموجودة بجسم الطفل يلي قد تؤدي بعض الأحيان لاختلاطات تهدد حياة الطفل، أو الاضطرابات النسفية، هو إذا قدر أنه ممكن التخدير بهالمادة هاي ممكن بخطورة معينة، نحن هون منقدر يا هل ترى استئصال اللوز يتناسب مع الخطورة، إذا لا يتناسب نلغي استئصال اللوز ومنحاول المعالجة، معالجة تلطيفية ومعالجات يعني دوائية حتى نمرق الطفل بعالم الطفولة بالشكل السليم. السؤال دكتور، كيف حياة الطفل بعد عمليات استئصال اللوزتين؟ كثير بالأهالي يمكن خاصة الأمهات اليوم بخافوا أنه تقل مناعة الطفل، أوقات بيكون بحاجة فعلا لحالة إسعافية باستئصال اللوزتين وبياخدوا قرار أنه نحن خلينا نأجل قد ما فينا لأنه رح يتضرر الولد كثير بعد عملية اللوزات ويصير أضعف ومناعته أضعف. كيف تختلف حياة الطفل بعد استئصال اللوزتين؟ هلا مثل ما قلت لك إن خط دفاع أول طبعا. وجودهم بيمنع الإنتانات الرئوية، بيمنع كثير من الإنتانات. هلا استأصلنا اللوز لأسباب استطبابات حقيقية الطبيب قدرها واستأصله، هون الطفل أكيد رح تخف الجهاز المناعي لأنه أمنا نحن الخط الأول الدفاعي تبعه. لكن إذا حسنا التنفس من الأنف باستئصال الناميات بطريقة دقيقة، الطفل مع العناية الأهل للطفل حتى يبلغ ما بعد عمر 5 إلى 6 سنوات أكيد جهاز المناعي رح يتقوى ورح يقاوم الجراثيم بآلية أخرى، يعني بالعقد اللمفاوية الأخرى أو بالجهاز المناعي الآخر، لكن ممكن يتعرض لإنتانات تنفسية صدرية أكثر من الموجود عنده اللوز. بس دائماً طبيب الأطفال بده يقارن مدى فائدتهم ووجودهم على وجودهم بضرر حتى يستأصلون. فهون لازم يكونوا واثقين من قرار الطبيب على عند ما قرر استئصاله. وأكيد تقوية الجهاز المناعي، يعني كتير في بيقول لك كيف بدنا نقوي الجهاز المناعي للطفل. الجهاز المناعي للطفل بالغذاء السليم والصحي السليم، الفطور الصحي السليم، الغداء، العشاء، الإكثار من الفواكه يلي فيها فيتامين سي وفيها زنك وفيها يعني كامل الفيتامينات، الأوميجا 3، أكل السمك، إذا ما فينا نأكل سمك بنعطي الأطفال أوميجا 3 يلي هو كمان منشط للجهاز المناعي. كتير من الأهل بفكروا أنه بعض المواد أنه إذا استخدموها بتنشط الجهاز المناعي، الجهاز المناعي بتنشط بالنوم المبكر، بالغذاء السليم الصحي السليم، الأكل المناسب، التخفيف الأكلات الطيبة، تخفيف الأكلات الملوثة مثل ما قلنا من البوظة،
من الأكلات يلي مشتبهة بالنظافة تبعها، وخاصة الأطعمة السريعة يلي بتكون زيوت القلي تبعها بزيوت شديدة مضرة قد تكون بعض الأحيان، وبعض الأطعمة يلي ممكن تؤثر على الجهاز المناعي عند الأطفال. نعم، يعني دكتور كثير من الأسئلة والاستفسارات كانت حول استئصال اللوزتين، بكفي نحن يكون عنا طبيب متابع لحالة الطفل بشكل دائم. سؤال سريع بالختام دكتور، اليوم كمان الرضع، اليوم عم نشوف اختلاف الطقس وهي التغيرات الكثيرة، كمان عم نشوف نزلات برد كثير كبيرة، بعدها يمكن قريب وبعض التهاب لوزتين وإلى آخره، في حالات اضطرارية للأطفال فوق يمكن الخمسة شهور، ممكن تنصح الأهل إنه نحن نعملهم إجراء لوزتين أو لا فينا نأجل قد ما فينا مثل ما قلت لحتى نبلغ الخمس سنين وما فوق؟ نادر جدا جدا بالطب إنه نستأصل لوز الأطفال بعمر الخمسة شهور أو بالأعمار دون عمر السنة، نادر جدا لحالات طارئة جدا. نعم، هي شغلة. هلأ نحن بنعرف نحن بموجة إنفلونزا موجودة الموسمية المنتشرة بكل أنحاء العالم، وعنا بسوريا منتشرة كتير. الأطفال دون عمر السنة هن بياخدوها عدوى من أخواتهم اللي بيرتادوا للروضات أو المدارس، من الأهل اللي نحن بنحمل الفيروسات من ضم الطفل إن كان بملابسنا أو من جهازنا التنفسي، نحن نقاوم الفيروس لكن حاملينه، بنعدي أطفالنا الصغار. دائما أنا بقول نرجع للنظافة الشخصية، إذا طفل جاي من المدرسة يغسل إيديه قبل ما يجي لعند أخوه، يحاول يغسل وشه، يتغرغر بالمي والملح يلي هي تعقم الفم من الفيروسات والجراثيم بما نستطيع، وبعدين يجي لاعب أخوه الصغير. أما بيدخل إيديه ما ننظيفة بيركض فورا لعند أخوه ببوسه بيعطيه العدوى وبعدين بيروح بيغسل وبيشلح الملابس المدرسة. فالإنذانات التنفسية حاليا عم نشوفها كتير وعم نشوفها شديدة عند الأطفال، بدرجات حرارة عالية، بإنتانات تنفسية علوية، التهاب قصبات أو التهاب قصيبات شعرية أو التهاب بلعوم أو التهاب أذن، كتير عم نشوفها شديدة. عم نحاول أطباء الأطفال نتعامل مع عالم هالطفولة بحسب الجسم بحسب المناعة بحسب حتى العائلة حتى نعطي الأدوية المناسبة للطفل اللي مرقوا ببر الأمان. دائما يمكن الدكتور الوقاية هي كتير مهمة، يعني حسب ما نروح برحلة علاج كتير طويلة. الوقاية الرجوع للعادات النظافة الشخصية. نعم. الرجوع لما تعلمناه من موجة الكورونا بوضع الكمامات حتى إذا كان واحد حامل فيروسات أو عنده رشح أو شيء يحط كمامة ويخفف العدوى للآخرين وخاصة لعائلته ضمن المنزل. أكيد. شكرا دكتور، وبالسلامة والصحة لجميع أطفالنا. شكرا حكيم لحضورك اليوم. شكرا لكم، وصباحكم ورد وجميل، وإن شاء الله دائما أطفالنا سليمين وبعيد عنهم كل الأمراض وبعيد عنهم المضع الجراحي. أمين. بكل شيء. شكرا لكم. كل الشكر لك دكتور، بقية نهار حلو. شكرا لك.